لصيق باللسان، لصيق بالابنيه الانثروبولوجيه العميقه للانسان. الفن هو الذي يفرق بين التوحش والتحضر. الفن هو من الابنيه العميقه للانسان، هو لصيق باللسان. إذن ومع الأسف ربما احنا فرطنا في هذا البعد الفني للإنسان وأهملناه، واعتمدنا ربما شجعنا الأبعاد والمكونات الإنسانية الأخرى، المكونات المادية إلى غير ذلك. إذن نلتقي في هذه الجلسة في هذا الملتقى لنعيد الاعتبار للفن. في البداية أشكر الأستاذة الكريمة مهندسة هذا اللقاء التي حملت هذا الحلم العظيم لشهور طويلة، والتي تتمكن اليوم من تجسيده ومن تحويله إلى واقع وإلى حقيقة. أشكرها على هذه المجهودات الجبارة وعلى هذه التضحيات التي مكنتها من إنجاز هذه التظاهرة العلمية المتميزة الرائعة. كما أشكر الدكتور الدكتور طارق مدير المخبر راعي هذا الملتقى. وطارق معروف شخصية فنية إبداعية شعرية إلى غير ذلك. وأشكر الحضور الكريم الأساتذة الكرام الذين حضروا وشرفونا بحضورهم كلهم باسمه وبمقامه وبإساماته. كما أشكر الطلبة الذين حضروا بقوة والذين شرفونا بحضورهم. وأشكر كذلك الأساتذة الكرام الذين قدموا من الجامعات، من جامعات مختلفة. الدكتور بن عيسى من جامعة تلمسان، الدكتور حسن تلاني صديقي العزيز من جامعة سكيكدا، الدكتور أبو زيد وهو الابن البار الوفي لهذا القسم. إذن أشكر الأساتذة الكرام الذين شرفونا بحضورهم وتجشموا مشقة السفر وعلى التعب وأبوا إلى أن يشاركونا هذا العرس العلمي الرائع. إذن بداية نبدأ بالمداخلة المبرمجة وهي للدكتور محمد العيد مطمر. ودكتور محمد العيد مطمر في الحقيقة غني عن التعريف، هو إنسان مفكر وعلم اجتماع، وقد خلد شخصيات تاريخية ثورية في منطقة الوراس، وهو سندباد بحري بري وجوي استطاع السفر عبر كثير من البلدان. تصوروا أنه في عز الحرب في أفغانستان ذهب إلى أفغانستان وكتب كتابا رائعا عن الحياة الثقافية، عن العادات والتقاليد في أفغانستان. إذن هذه الشخصية شخصية ثقافية متميزة نعتز به ونفتخر به ونباهي به الجامعات الجزائرية والأجنبية. إذن تفضل الدكتور مطمر، مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل أن أبدأ فقط أريد أن أعقب كلمة كما قال زميلي يعني الأستاذ دكتور طيب الدربالة في عز الحرب في أفغانستان. وأنا ذهبت إلى أفغانستان في سنة 1977 في عهد السردار محمد داود، معناها أن الأمور كانت عادية جدا. لما انطلقت من بغداد سنة 77 في عهد شهيران محمد رضا بهلوي، وفي فرنسا سردار محمد داود، وفي باكستان الفقراء علي بوت، وفي الهند إنديرا غاندي وجانا وهكذا. وبذلك فأنا لم أكن في عز الحرب في أفغانستان، ما كنتش في الحرب. الأمور كانت عادية جدا، كان يعني سيل عاري من أوروبا، سواح من أمريكا من أوروبا، يعني سواح سائحات سواح يعني ماشيين وهكذا. الجو كان فني فعلا. وبذلك أبدأ. طبعا البداية كما دائما أقول أفضل أن تكون محاضرتي هي الأولى. لماذا هي الأولى؟ لأن بعدين سيغادر نظر ونظر يغادر. وأنا دائما أشترط أن تكون محاضرتي الأولى حتى، ولكن على الرغم من ذلك أنهم غادروا والبقية أنا دائما أقول اللي باقي هو المحسوب. عفوا على الغائبين.
طبعا لابد من ذكر يعني الاسماء، لاني سجلت الاسماء بما ان محاضرتي هي الاولى، لابد من ذكر الزملاء يعني والزميلات اللي موجودين، وكتبت الاسماء، ولا بد من يعني السادة المحترمون سيد مدير جامعة. سيد مدير جامعة عرفته في جامعة لما كنت أستاذا في جامعة بسكرة، أنا تعينت في جامعة بسكرة سنة 1985، وهو كان مدير ثقافة، وأول محاضرة عن الولاية السادسة ودورة في الثورة هو الذي قدمني. وكم من مرات يقولوا لي يا أستاذ أنت أعمل حسابك لما تتكلم ممكن تتكلم بحماس، وهذه المرة لم يقل لي، ولو قال لي لو تكلم معي لقال إن كن فنانا اليوم ولست لا تتكلم عن الثورة ولا شيء. وبذلك فأنا الأستاذ عبد السلام ضيف يعني عرفته في بسكرة كمدير، وكذلك مدير مخبر أبحاث في التراث الفكري والأدبي بالجزائر الأستاذ الدكتور طارق ثابت، ورئيسة الملتقى الدكتورة مالكة سعداوي، وعميد كلية اللغة والأدب العربي والفنون الأستاذ الدكتور الأخضر بالخير، سيد مدير دار ثقافة محمد العيد الخليفة باتنا الأستاذ محمد بوعلاق، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور عبد الرحمن بو العباس، الضيوف الأساتذة الأفاضل، زملاء الأساتذة المحاضرون والحاضرون، الطلبة الأعزاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أكون محاضرا بقسم الفنون جامعة باتنا واحد في الملتقى الوطني الأول الفنون والدورة في الجامعة والمجتمع في يوم 7 و8 جوان 2023 بمناسبة يوم الفنان، وقد خيرت في الموضوع فاخترت أن يكون ماهية الفن ومدى تأثيره في قضايا المجتمع. قبل تقديم محاضرتي أستسمح من الجميع لأقدم تمهيدا للموضوع. أبدأ من سنة 1973، في هذا العام تحصلت على شهادة البكالوريا، يعني قبل 50 سنة تحصلت على شهادة البكالوريا من ثانوية العظامية للبنين في بغداد، وقدمت على أساس أن ألتحق بقسم الفنون الجميلة وفي سبر المعلومات، يعني اختبار للطالب الذي يريد أن يلتحق ب كلية بفنون جميلة في جامعة بغداد، يعني لا يعتمد على سين جيم، وإنما يريدون فقط معرفة الموهبة، هل له موهبة أم لا. فعرفت أن لي موهبة في الرسم. طبعا بعدها باختصار طبعا التحقت بالجامعة في الفلسفة، تابعت دراستي في الفلسفة، وفي سنة 1977 انطلقت شرقا من بغداد إلى إيران، أفغانستان، باكستان، الهند. طبعا لما أريد أن يعني أو الهند سأتكلم، ولماذا الهند مباشرة؟ لأنني كنت في متحف غاندي ورسمت ملامح مهاتما غاندي وأنا في المتحف. متحف غاندي عبارة عن رواق كبير فيه كل شيء، يعني فيه مسيرة غاندي من البداية للاغتيال سنة 47. رسمت الملامح وأنا في المتحف، لما رسمت الملامح وإذا بصورة جت أعتقد موجودة في تطرشوني قدمتها لهم، يعني صورة يعني غاندي، قيل لي حاول أن تترك هذه الصورة في المتحف باسمك. قلت لهم يعني سأتركها إن شاء الله أو سأرسل هذه الصورة بعد ما أنتهي منها، وفعلا انتهيت منها في بغداد وهي موجودة الآن، وقد نشرت في كتابي أسرار الهند الكبرى، وتم إرسالها إلى المتحف بواسطة إحدى السفارات طبعا. وبعدين سنة 85
طبعا المحاضرة هي موجودة، عفوا المحاضرة هي موجودة، يعني كما أقول دائما المرسل الذي يتكلم يحاول أن يتكلم بكلام جديد يعني على المتلقي، إذا كان الكلام يعني ممكن من كتاب أو قيل أو كذا عادي جدا. المحاضرة مكتوبة 12 صفحة مكتوبة عن الفن، خاصة بأن لي يعني لا أقول كتاب مطبوعة اعتمدت من قبل مجلس العلم وقدمتها الى وزاره التعليم العالي، وبها ترقيت الى مرتبه استاذ التعليم العالي، وهي الفن بصفتي كاستاذ في علم الاجتماع الفن لمده ممكن 15 سنه، وبذلك صارت عندي يعني كتبت كتاب الباب الاول علم الاجتماع الفن حسب البرنامج الممنهج من قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، والباب الثاني البواكير الأولى للمعالم الفنية عبر العصور. وهنا أريد أن أعقب على كلمة زميلي يعني بوعلاق، المقالة المدينة الرومانية، وكان لي كتاب رحلة إلى تيمغات طبع سنة 1913، رحلة إلى تيمغات علقت على إحدى الصور بنات الأمس هم زوار اليوم، الذين بنوا تيمغات أمس هم زوار الذين يزورونها اليوم. لا نتوقع من الرومان يحمل الأحجار على كتفه، وإنما يحمل الصوت ويتسلط. الذين بنوا تيمغات هم الجزائريين ولكن تحت سلط الرومان. الذين يعني بناة الأمس هم زوار اليوم. وبذلك طبعا في تحت جامعة بسكرة وقدمت معرض فنون تشكيلية موجود عطاء موجود يعني 15 لوحة من يعني لوحة، وهذه اللوحات كانت توازي كتاباتي المعرض تعابير من الزمن البغدادي، 18 لوحة يعني في دار ثقافة في بسكرة، والمعرض يعني تم يعني الإعلام وهكذا 12 لوحة رسمتها بيدي، من ضمن هذه اللوحات يعني هي موجودة يعني. وبذلك يعني فأنا الموهبة هذه تلعب دور كبير. إذا نبدأ أبدأ في المداخلة، لأن أنا دائما أقول يا جماعة يا عفوا، لأن أنا في بعض الأحيان أتكلم كلام يعني لأن مع أساتذتي الأفاضل، يعني دائما أقول أن ما يمكن قوله ما يقال وهو معروف لا داعي له، وما يمكن معرفته لا داعي له، وإنما يكون شيء جديد شوية حتى بالأسلوب. مثلا الآن تعريف الفن، الفن ودوره في المجتمع، عرفت الفن كما هو مكتوب في بعض المراجع، ولكن أنا أريد لو تكون أسئلة عن واحد ماذا يعني حال الشخص هذا الفنان الذي يرسم وكيف يرسم، وهل يرسم بالقلم أم وهكذا. طبعا ممكن نبدأ في المحاضرة باختصار ثاني بسرعة شديدة، وهي كل شيء موجود والمحاضرة موجودة ستكتب كما قلت ستنشر وهكذا. إن الفن قديم قدم الإنسان، إن الفن قديم قدم الإنسان نفسه، فهو شكل من أشكال العمل، والعمل هو نشاط خاص بالجنس البشري، وأن الإنسان يستولي على الطبيعة بواسطة العمل، والعمل هو تحويل الطبيعة. لقد كان الإنسان منذ القديم، وخاصة عندما توفر له الحد الأدنى من المعرفة والخبرة، يحلم في تغيير الأشياء وإعطائها أشكال جديدة وهكذا. وأصبح الإنسان يستخدم شيئا غير عضوي كأداة، يعني كان يجرب الأشياء طبعا، والفن كان يمارسه الإنسان، هذا الدور كبير مرحلة ما قبل التاريخ، والفن كان يمارسه الإنسان ضمن طقوس مرتبطة بالممارسة الاجتماعية في الرقص. كأول تعبير في فني عرفه الإنسان كان يهدف إلى طرد الأرواح الشريرة أو كطقوس للتقرب من الآلهة أثناء تقديم الخرابين أو أثناء الاحتفال بغزارة الصيد وهكذا. وإن القدرة الجديدة على التحكم بالأشياء والسيطرة عليها بواسطة الرموز، وهذه الرموز يعني لها دور كبير في الفن. تعريف الفن، أعرف الفن بأنه موهبة
كما قلت أن مثلا في الفنون الجميلة في بغداد لما سبر معلومات سمع جابونا ورقة بيضاء، ورقة بيضاء فيها خطوط متوازية والدوائر بيت طريق أكمل الرسم. الرسام واحد لما يرسم يخرج دارها بالتضل، يعني تكون بالظل والبعد وكل شيء، والغير الرسام يقول لك أنا واش نعمل في الخطوط هذه. أنا لما رسمت قال لي يعني الأستاذ المتخصص قال لي هل أنت الذي رسمتها؟ قلت أنا كنت أمامك. قال لي صحيح أنا شفتك أنت، ولكن الرسم هذا ما. قال لي يا ابني أنت عندك موهبة، والموهبة تبقى مع الإنسان لغاية حتى ولو لم يستعملها تبقى معه، حتى ولو بعد 20 سنة يشوف يلقى الموهبة موجودة وهي تتنامى معه. وبذلك قال لي من الأحسن لو تلتحق بفرع آخر والموهبة تبقى عندك، ونسمح لك بأن تتابع دراسة أو الحضور فقط في الجامعة، يعني حتى تعرف يعني المبادئ الأولى للرسم كالتضليل والبعد وهكذا. وفعلا سنة كاملة وأنا في فنون جميلة، وهنا أذكر زميلي الذي كان يعني يرافقني الموسيقار محمد بوليفة. محمد بوليفة الجزائري الوحيد الذي كان في الفنون الجميلة في ذلك الوقت. وبنتنا غم دائما تراسل وتقول لي يا أستاذ هكذا. إذن الموهبة التحقت بالفلسفة فوجدت الفلسفة أكثر يعني فهكا. إذن الفن 5 دقائق سأختصر. إذن نتركها يعني الصفحة الثانية، نبدو في الفن وتأثيره في المجتمع. 5 دقائق سأتصرف فيها. صراحة أنا دائما في مرة كنت نتكلم والأوراق أمامي، جاء زميلي أخذ الأوراق قال لي أنت لما تتكلم بدون أوراق أحسن، ولكن لما حمل الأوراق وجدها بيضاء. قلت له كانت مكتوبة ولكن أنت اللي حولتها صارت بيضاء. قال لي ما فهمتش، قلت له هذه هي، وأنا لما أتكلم بدون أوراق يكون أحسن. الفن وقضايا المجتمع، طبعا إن الفن له أهمية كبيرة في المجتمع، فهو يقوم بتحفيز قدرات البحث والفكر والحوار والأداء المبكر. وإن محتوى الجمع هو إنتاج الحياة وإعادة إنتاجها، والإنسان مدفوع بالضرورة للمحافظة على وجوده المادي والنفسي، وأن أي شكل من الأشكال الاجتماعية التي يعتمدها المجتمع معي في مرحلة زمنية معينة كذلك وتبقى العلاقة بين الفن والمجتمع تشبه علاقة الجسد بالروح، رغم اختلاف مصالح المجتمع، لكن في نهاية المطاف تلتقي هذه المصالح مع مصالح المجتمع، حيث يصبح في مقدور الفنان أن يوحدها بنقل مشاعره وآلامه وآمال مجتمعه، وهذا ما هو ماثل أمامه. طبعا هذا بأسبوع. وأنا في بيتي طبعا كنت محجورا وقت الكوفيد من قبل جائحة كورونا، أعمل على لملمة أفكاري في ضحى يوم من 10 الأواخر من شهر رمضان 1441 هجري ماي 2020 ميلادي. أرى أمامي أحد الأشخاص يتسلق بسرعة ويعلو بخفة واجهت عمارة في مدينة خيم عليها صمت غريب، ليرسم على الجدران أشكال خطر عدو مهاجم على سكان الكوكب قادم لا ندري من أين. وكان الإنزال بكثافة بقوة غاشمة بشيش غير مرئي ضارب بسلاح كوفيد 19. في ربوع وطننا المفدر الجزائر كانت المقاومة ضارية في الصفوف الأولى المتقدمة الملتحمة بالأطباء والممرضين والممرضات وأطقم المستشفيات الأوشاوس والمحتدمة بمختلف قدرات أبناء الوطن الغيارة للدفاع عن حماية وأمن وسلامة المواطنين أمام الخطر الداهم بكل عزم وثبات وتضحية. يسقط الشهداء 555 رحمهم الله، ويصاب الأبرياء 701 شفاهم الله، وأضحى واقع الميدان في 10 الأواخر من شهر ماي 27 رمضان 8 ماي عدد الشهداء 3321 رحمهم الله، والإصابات 123,900 شفاهم الله،
وتستمر المواجهة بدون عوادة وهدنة، والمكافحة المتواصلة لمحاصرة البؤر التي تتواجد فيها الجائحة والقضاء على أوكارها. وقد أمسى الواقع الذي كان محتدم في المواجهة الشاملة أقل ضربة وشدة في الميدان، وفي يوم ستة شوال 8 ماي 2022 الوفيات طبعا صفر في الجزائر، والأرقام الكاملة من شهداء الجزائر 6875 شهيد رحمهم الله. وأترحم على مجالسهم ولم ألتقي معهم في موعد آخر. فعلا لقد قاومنا العدو في جزائرنا الجديدة بكل ثبات وشجاعة، بالتزام التعليمات والأخذ بالتدابير الوقائية، حتى انهزم العدو واندحر وانتصرنا ولم يبقى له أثر. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، آمين. عفوا الفقرة الأخيرة، نزيد الفقرة الأخيرة هذه، ويعني تعبير هذا الفنان الذي رأيناه يتسلق ويكتب، المتسلق بإرادته على أن علاقته أكثر عمقا بينه وبين حياته المجتمعي، بدليل أن عمله الفني قد واكب تغير الظروف المستجدة في الواقع، فهب من تلقاء ذاته طوعا ليقوم بعمل مباشر لمجابهة الوباء القاتل من موقعه. إذن العمل الفني في أيامنا هذه له سماته الجديدة، لقد غدا وثق الارتباط بتحولات المجتمع ومؤثراتها الاقتصادية والاجتماعية، وأضحى أسلوب حياة الإنسان المتمثلة في عمليتين انعكاس وإبداع لا ينفصلان، لأن الإنسان ليس موجودا منعزلا، فحين تسنح له فرص الانطلاق والتفتح فإنه يتحول إلى عالم صغير يختزن في ذاته ثقافة الجنس البشري السابقة عليه. أما حاضره فيتمثل في تواجد عصره في كيانه، وأصبح الفن أسلوب حياة الإنسان اليوم الذي يعيش حياة جامعة تجعل من حدث بسيط في أي مكان من العالم مسألة شخصية تمسه، إنها الحياة للبشرية جمعا. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور مطمر على هذه الجولة الرائعة عبر الفنون وعبر تاريخ الفنون وعبر مسالك الملحمي الذي يجسد إحدى أروع التجليات في مجال الفن. ودكتور تطرق إلى قضية مهمة، إلى إشكالية كبرى، هي قضية تعريف الفن. هذه إشكالية كبرى، ما هو الفن؟ في الحقيقة هناك عشرات بل مئات من الكتب تسعى إلى تعريف الفن، وفي النهاية تصل إلى طريق مسدود، لأنه يستحيل علينا أن نعرف الفن. هذا قدامة بن جعفر أعطى تعريف للشعر، ما هو الشعر؟ قال الشعر هو كلام موزون مقفى له معنى. احنا عندنا ربما اكبر ربما استاذ مختص في العروض هو الاستاذ الله يذكره بالخير مشعلة، مختص بالعروض، عنده حس موسيقي رائع، ولكنه لا يستطيع كتابة بيت واحد. معنى ذلك ان الشعر شيء اخر، هناك روح. واحد الفلاسفة يعطي معادلة، قال العبقرية الشعرية، واعطاها بالفرنسية، لجيني تيغال 99% de transpiration plus 1% d'inspiration. العبقرية الفنية تساوي 99% عرق زائد 1% موهبة. والموهبة هنا في الحقيقة قضية ميتافيزيقية. اليونان فسروا الموهبة الفنية عن طريق ما يسمى بربة الشعر. هناك ربة الشعر، ربة الرسم، ربة الفن، ربة كذا، هناك ربات الإبداع. وبالنسبة للعرب لدينا وادي عبقر، وادي عبقر، موطن شياطين الشعر. إذن العبقرية الشعرية يستحيل علينا تعرفها. كتبت هذه ربما أكبر مختصة في السيمياء وفي النقد، هذه كريستيفا كتبت كتاب رائع اسمته لو لانغاج ساتانكوني، الادب ذلكم المجهول،
يستحيل علينا أن نعرف هذا. مازال قبل يقول أنا لا أكتب الشعر، الشعر هو الذي يكتبني، لأن هناك قوى ميتافيزيقية خفية سيكولوجية وجودية أنثروبولوجية. عندما يأخذ المبدع يأخذ القلم والورقة البيضاء، تأتي هذه القوى الخفية وتفرض نفسها عليه. نعطيكم مثال، والله احنا في الدوار يجي العرس كذا، نلقاو ساعات امراه عجوزه تجي تحضر، كيفاش نفسروها؟ قال والله هذه تولد، هذه مربطه. مره من المرات في عرس نساو نغنيو، جات امراه بدات تحضر، ولازم كي تحضر لازم يعطيو لها هواها، لازم حتى تحبس حتى تطيح، اربع ساعه ولا نص ساعه لازم يعطيو لها هواها حتى تطيح. هما كيطيح تقول لك هذه مرابطه، يجيبوا لها محارم قناضر، شويه يعطينا شويه جاوي يعطينا كذا كذا، ماذا طاحوا مع عجوز صريحه. قلت لهم ابناتي والله نكذب عليكم اذا قلت لكم شفت حاجه، راني ما شفت والو، ولكن كي سمعت هذا الغناء راني صارت لي، صار لي كيما تيكوك. تعرفوا تيكوك؟ تيكوك تاع البقر. في المرعى في الصيف، في عز الصيف، جويوت حراره 45 50، تجي الحراره تمس واحد الغدد، البقر يهجم، اللي يجي قدامهم يكرازيوه. قلت والله غلط، ما نهجمش. قوى خفيه خارقه دفعتني الى الرقص. اذا الفن، لا نستطيع ان نعرف الفن، وانا شخصيا اسست مجله عالميه سميتها لا روفي انترناسيونال داري تارتولوجي، المجلة الدولية للفن وعلم الجمال، مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين من إفريقيا، من فرنسا، من أمريكا الجنوبية. أسسنا مجلة لدراسة أسرار الفن، لدراسة ما يسمى بثوابت الفنية الإنسانية العالمية. حاولنا أن نقدم ننجز ما يسمى بمسح معرفي تاريخي ثقافي أنثروبولوجي حضاري لكل الآداب والثقافات والحضارة، لنصل إلى تقديم رؤى عن الفن، عن هذه الثوابت الإنسانية الخالدة المشتركة بين كل الثقافات والأدب. إذا القضية صعبة ورهيبة، والفن هذا لصيق بالإنسان، ولا يستحيل علينا أن نعرف ما هو الفن، لأن هذه الأمور من المستحيلات. بارك الله فيك. وكان طالبا عندي في مرحلة الماجستير، وكان ينشط القسم، كان ينشط القسم بفضل معارفه ومواهبه، وكنا نحتفي أيما احتفال بالأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، وهو يشاركني في اهتمامي بإبداعات كاتب ياسين، سواء الإبداعات المسرحية أو الروائية أو الشعرية، وقد تطلع، تعمق في دراسة الأدب الجزائري، وهو رجل مسرح ورجل رواية ورجل فن ورجل أكاديمي، وقد اشتغل مديرا لثقافة في عنابة لمدة طويلة، وقد ضرب لي موعدا منذ سنتين في عز الوباء، وأتأسف كثير أننا لم نستطع الالتقاء وحرمنا أنفسنا من خير كثير، وها نحن نلتقي اليوم مع هذه القامة السامقة المسرحية الفكرية. فليتفضل مشكور. شكرا استاذي محمد طيب بودربالة، استاذنا جميعا حقيقه. صح، انا يعني درست عنده، ومن الاساتذه الذين تاثرت بهم حقيقه، ويعني استاذنا طيب بودربالة كان يدهشنا وما زال بثقافته الواسعه والأكاديمية واطلاعه الكبير وبتواضعه الجم. وأنا أيضا أعتبر نفسي من طلبة جامعة باتنا، يعني أنا الدكتوراه سجلتها هنا. يعني أستاذي محمد العيد تاورت ذكره الله بالخير، احنا درنا الماجستير في قسنطينة، وكان عندنا أستاذ تهنا الباتنا، وكان سي طيب بودربالة، أستاذنا طيب بودربالة رئيس اللجنة العلمية، فانقذنا، يعني انقذنا، والا ربما كان يكون ما صيرنا يعني
أنا أيضا، وهذا لم يتحدث عنه الإخوان، أنا أيضا كنت عميد كلية الآداب، هذا مهم جدا لأنه عنده علاقة بالمداخلة تاعي. كنت عميد كلية الآداب في جامعة إسكندرية مدة سنتين، وخلال هذه الفترة كنت رئيسا لخلية ضمان الجودة. في وقتنا في 2014 جابوا لنا نظام، وزارة التعليم العالي جابت نظام سماوه لاسيورونس كاليتي، ضمان الجودة. وأنا كنت رئيس لخلية ضمان الجودة على مستوى كلية الآداب، بالإضافة إلى كوني عميد كلية الآداب. ومداخلتي اليوم ستربط بين هذين الأمرين، بين ضمان الجودة، السيستم هذا لاسيورونس كاليتي اللي جابوه باش نوعا ما يطوروا الجامعة الجزائرية، هذا نظام عالمي في الحقيقة، يعني هذا لاسيورونس كاليتي نظام معتمد في كل الجامعات نتاع العالم، والجزائر اعتمدت هذا النظام باش يعني الغاية من ذلك حتى تكون جامعة باتنا في نفس المستوى مثلا مع جامعة برلين. كاين معايير أكاديمية، هناك معايير علمية تتعلق بالطالب، تتعلق بالمنهاج الدراسي، تتعلق بالقاعة، بالصبورة، كل كريتير كما سأشرح لكم، كل العناصر المكونة للنظام التعليمي الجامعي لازمها تخضع للمعايير الأكاديمية العالمية، باش المتخرج من جامعة قسنطينة أو من جامعة باتنا أو من جامعة سكيكدا تكون عنده نفس الحظوظ في التوظيف مع المتخرج من جامعة ألمانيا، من جامعة بوردو، من الجامعات العالمية. دونك القضية تتعلق بمعايير ومقاييس أكاديمية. وأنا مداخلتي هي كما ترون، وإن كان شوية في الصفحة الأولى درت، هي حول دير الصفحة الثانية، حول هذا مدخل يعني ان الجوده وكذا، يعني هي من صميم ديننا. الله تعالى يقول ان الله يحب لقد خلقنا الانسان باحسن تقويم، هاي الجوده، الله خلقنا بجوده بمنتهى الجوده في احسن تقويم. والحديث النبوي الشريف ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، اتقان العمل هاي الجوده لا كاليتي، وما كي جابوها لنا من اوروبا. احنا قلنا لهم يعني لا كاليتي، ضمان الجوده، ليست شيئا غريبا عنا، ديننا يحثنا على الجوده، والله تعالى خلقنا بمنتهى الجوده، فاذا الجوده من صميم ديننا. وانا اذا ساتحدث عن ايضا الجامعه فضاء للتكوين والبحث والتعبير الفني. دخلنا البعد الثالث، الجامعه فضاء للتكوين تعرفوها كل جامعه، تكون اطارات، تكون البحث العلمي اكيد، والتعبير الفني. هذا هو البعد الثالث الغائب في الجامعات الجزائريه، ان الجامعه ما فيهاش مجال للطلبه من اجل التعبير الفني، سواء التعبير الفني هذا اننا ننشئ فرق مسرحيه داخل الجامعه ونشجع الطلبه على انجاز افلام ونشجعهم على الفنون التشكيليه وعلى يعني على ممارسه الفن بكل انواع الفن، أو على مستوى النشاط الثقافي. النشاط الثقافي، أنا يعني أتيحت لي الفرصة أنني زرت الكثير من جامعات العالم، واللي تأثرت بها أكثر هي جامعة برلين الحرة. رحت لجامعة برلين الحرة، ورحت لقسم الفنون في جامعة برلين الحرة، والتقيت بالنمبر 5 في جامعة برلين اللي هي إريكا فيشر ليشت، هذه رقم 5 في الجامعة المختصة في الفرجة. وشفت أنا في الجامعات يعني الأوروبية وخاصة الألمانية كيف أن الفنون عندها مكانتها في الجامعة. الأستاذ يعرف يعني متابع للحركة السينمائية، الأستاذ يحلل الفيلم السينمائي، يتذوق الفنون التشكيلية، الطالب يعني الطالب الأستاذ كل الجامعة راهي إذا حبينا راهي مجال عمومي، هي راه مجال عمومي تلتقي فيه، راها مجتمع، الجامعة مجتمع. يعني كيف يعقل هنا عندنا جامعة تحصي أكثر من 100,000 طالب ما فيها لا نشاط ثقافي ولا والو، يعني الطلبة يأتون من الغرفة
الى قاعه الدرس الى المطعم ويروحوا ويروحوا كما سياتي في الشرح. امشي معايا. كما سياتي في الشرح يعني الطالب عندنا يخرج ما عندوش يعني مستوى. اذا لماذا جاهد نظام الجوده؟ لماذا جاء نظام لاسيرونس كاليتي؟ جاء الاسباب التاليه: تدني مستوى التعليم ونوعيته، راكم تشوفوها كامل مستوى التعليم عندنا ونوعيه المستوى، عدم موائم التخصصات للمتخرجين مع متطلبات سوق العمل. انت عامل قسم الترجمه، قسم الترجمه وكل عام تخرج مثلا 200 300 واحد بليسونس في الترجمه، وين يخدم؟ قسم العلوم السياسيه، استاذي طيب ودربانه، قسم العلوم السياسيه تخرج انت 300 واحد في العلوم السياسيه، يعني عدم موائمه تخصصات المتخرجين مع متطلبات هذه ظاهره راكم كامل تشاهدوها. وهذا ما لازم علينا انفتاح الجامعه على المحيط، على المحيط الاقتصادي، المحيط الاجتماعي. انا اذا كان انا الطالب هذا ما عندوش مجال انه يعمل، نغلق التخصص هذا ونفتح تخصص، نفتح تخصص اللي هو فيه مجال للعمل. التضخم في اعداد الطلبه المتمدرسين، جامعاتنا على بالكم راهي اونيك في العالم، ما كانش في العالم جامعه ب 150 الف طالب. جامعات في العالم 2000 طالب، 3000، 5000، 10000، انا هذا واش شفتوا 10000، 100000، 100000 سافا با 100000، كيفاش راح يقراوا؟ كيفاش راح يتعلموا؟ كيفاش يناقشوا؟ كيفاش يديروا؟ دونك كاين مشكل كبير في عندنا تضخم في اعداد الطلبه المتمدرسين. علينا اذن انشاء جامعات متعدده، جامعات متخصصه. نفكروا احنا اليوم في الجزائر عندنا 1,600,000 طالب جامعي، 1,600,000، وعندنا 90 جامعة في كل مدينة في كل كذا عندنا جامعة. هذا الطالب شكون يقريه؟ وشكون يأطره؟ وشكون وتصيب يقول لك رانا فتحنا كلية الطب، رانا فتحنا كلية الطب في في واد كذا. كيفاش وشكون يقريه هذا تاع كلية الطب؟ وكيفاش يتخرجوا طب؟ يعني إذن لاسيرونس كاليتي هنا اللي جات نظام ضمان الجوده. وسنرى علاقه هذا بالفنون. حاجه المجتمع المحلي والاقليمي العالمي خريج متميز ذي جوده عاليه، السوق العالميه تحتاج متخرج، يعني متخرج عنده مستوى عالي، مستوى عالي يعني يكون. نبدا نهضر كيما هكا ربما تقول الاستاذ الاني ها كيفاش يعقل استاذ يركب في الطائره مثلا ما يعرفش يربط روحه بالسته، يعيط للمضيف يقول له ربطيني. طالب في الجامعه متخرج عنده ليسونس ما يعرفش يعمر شيك باش يجبد لابورس، باش يجبد لابورس تاعو ما يعرفش يعمر شيك، عنده ليسونس ما يعرفش يكتب طالب وظيفه، طالب وظيفه ما يعرفش. دكتور، دكتور يروح في حصه تلفزيونيه ما يعرفش يناقش، ما يعرفش يهضر، يبقى ساكت. فإذن مستوى راه متدني جدا، وهذا يعني هذه لازمنا نقولوها من اجل محبة وباش نرفع من مستوى التقدم العلمي والتقني المتلاحق. ضمان تبادل الاعتراف، الاعتراف لا 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 لا, لا, لا. باش انت تدي الاعتراف عندك ليسونس في الجزائر، ليسونس تاع الجزائر تعادل ليسونس تاع واحد متخرج من امريكا. وباش تدي هذا الاعتراف العالمي لازم تخضع الجامعات نتاعك للمعايير الاكاديميه اللي ماشيه بها، اللي ماشي بها العالم. ماشي معنا. هذا مفاهيم الجوده. واش هي لاكاليتي؟ هي تحقيق المعايير والاهداف المطلوبه باستخدام الوسائل الصحيحه، توافق الخدمه المقدمه مع المعايير المتفق عليها عالميا. شوف رانا نهضروا غير على المعايير، لان هنا يعني افتح قوس باش نقول وبكل مسؤوليه وبكل امانه، الامور الماديه في الجامعات الجزائريه لا اعتقد ان كاين جامعات في العالم يعني عندها الامكانيات الموجوده في الجزائر. انا رحت لجامعه برلين، جامعه برلين الحره ما كان والو، يعني عباره عن قاعات بسيطه، كراسي بسيطه، الامكانيات يعني هذا الداتا شور هذه لا تجدها انت ربما في انا درت ملتقى في جامعه بوردو، والله ما عندنا هذه.
امكانيات ما كانش بلاد خصصت يعني امكانيات ضخمه للجامعه وللبحث العلمي والمخابر والاساتذه وكذا قد بلادنا، ولكن المستوى ما كانش، المستوى ما كانش. هنا لازمك انت تطبق المعايير، الاجراءات المطبقه امشي معي باش نمشيو شويه. علاقة الجودة بالفن، أنا نهضرو حنا عن الجودة ولا كاليتي وكذا. الفن ما هو الفن؟ أنا مع أستاذي بودربلاك يقول عشرات الكتب تكلمت على تعريف الفن، ولكن ما كانش اللي يقدم. أنا في اعتقادي الفن هو الجودة. الفن هو الجودة، لا كاليتي ماهيش بعيدة عن الفن. وإذا حبينا، إذا أردنا أننا نحقق الجودة، فلازمنا ننفتح على الفنون، لأن الجامعة اللي فيها نهضة فنية وفيها اهتمام بالفنون والطلبة يقبلون على الفنون، الطلبة والأساتذة في زوج، يعني تحقق هذه الجامعة بالتأكيد تحقق مستوى عالي. والعكس، والعكس، أنا لا أتصور جامعة بدون ثقافة، بدون ثقافة. الثقافة بشكل عام، أنا نقول الفنون هيا نعموها، نقول الثقافة. أنا أنوي يعني من خلال هذه المداخلة هذه وتكلمت معها، أنا أنوي أن أتقدم بمشروع إلى السيد الوزير من أجل يعني لفت الانتباه إلى هذا. أتمنى، أتمنى، وهذا الملتقى يعني يكون فرصة، أتمنى أننا نشكل في كل الجامعات الجزائرية خلايا، خلايا للثقافة والفنون. وظيفتها هي كيف أننا نغرس الثقافة ونغرس الفنون، مش فقط في كلية الآداب، في كل التخصصات. ما الذي يمنع طلبة التكنولوجيا أنهم يقرأوا السينما؟ يا أخي نقولوا السينما، احنا نقولوا صناعة، السينما صناعة وتقنيات وتكنولوجيا. ما الذي يمنع طلبة التكنولوجيا أنهم يقرأوا الصناعة السينماتوغرافية؟ ما الذي يمنع طلبة العلوم الاجتماع أنهم يدرسون الفنون التشكيلية؟ ما الذي يمنعنا في جامعة باتنا تأسيس سمفونية، فرقة سمفونية؟ ما الذي يمنعنا من إنشاء مجموعة صوتية؟ ما الذي شفتوا كيفاش؟ فهذا، هذه الأشياء، هذه الفنون من شأنها أن ترفع من مستوى الطلبة، لأن الفن ما هو الفن؟ الفن هو لو سافوار اتر ولو سافوار فير، هو المعرفة السلوكية والمعرفة الفعلية. اي سي جوستومون، يعني جوستومون جامعاتنا احنا غرقت في المعرفة. اعتقدنا احنا ان الغاية من الجامعة هي انها تعطي المعرفة للناس، يعني نملأ ذهن التلميذ بالنظريات وبالقواعد، ويحفظ قواعد النحو، ويحفظ قواعد البلاغة، ويحفظ قواعد الشعر. فترى الطلبة يحفظون عند الامتحانات، يحفظون، ولكن يحفظ قواعد النحو، يحفظ قواعد البلاغة، يحفظ قواعد الصرف، ولكن لا يستطيع ان يكتب طلب وظيفة. إذن عنده لو سافوار، عنده المعرفة، ما عندوش المعرفة الفعلية. أنا من خلال احتكاكي بالمنظومة التربوية، وكنت من قبل أنا في المنظومة التربوية، وألفت الكتاب المدرسي وكتاب السنة الأولى ثانوي أدب عربي من تأليفي، كنت من الكتاب الرسمي. أنا كنت من قبل ما نجي للجامعة كنت في المنظومة التربوية، ثم جيت للجامعة، جيت لاسيورونس كاليتي، واحتكيت نوعا ما يعني بالتجارب، واكتشفنا أن يعني أن الغاية ليست في المعرفة، أن الطالب أو الأستاذ يعني حافظ نظرياته، وإنما كيف يحول المعرفة اللي عنده إلى معرفة فعلية وإلى معرفة سلوكية. أنت عندما تذهب إلى أمريكا تطلب عمل وتقدم لهم السي في تاعك، فهم لا ينظرون إلى شهاداتك، تقول لهم أنا عندي بروفيسور ودكتور، لا ينظر. أول حاجة يحطوا لك هذاك الهيه، وقال واش تعرف، واش تعرف تدير؟ اسكو تعرف تمانيبيولي الميكرو؟ اسكو تعرف تكتب؟ اسكو تعرف لي بروغرام؟ اسكو تعرف اللغات؟ هل تتحدث اللغات؟ هل يعني المعرفة، يسألونك عن المعرفة الفعلية، وأيضا يشوفوا معك لو سافوار اتر تاعك، لو سافوار اتر يعني المعرفة السلوكية. إذا هذه الفنون تعطينا المعرفة الفعلية
وتعطينا المعرفة السلوكية. سي نورمال إنسان اللي مطلع على الفنون يشاهد الأفلام السينما بالتأكيد. لماذا نحن لماذا نشاهد الأفلام السينمائية؟ كي نتعلم، كي نتثقف، كي نرفع مستوانا. لماذا نشاهد المسرحيات؟ لماذا نقرأ الروايات؟ كل هذه القراءة والاطلاع هذا كله، والممارسة أيضا، والممارسة الفنون، يعني مش فقط تلقي الفنون، أيضا ممارسة الفنون. كونك أنت تمثل في المسرح، أنا كنت نمثل في المسرح، أنا كنت في فرقة مسرحية كانت في جامعة قسنطينة كي كنت طالب في مرحلة الليسونس، وكنا نمثل. وفي وقت نجاو داروا عملوا فيلم سينمائي في قسنطينة، فيلم حورية، ومثلت في فيلم حورية. وهذاك الاحتكاك تاعي بالفنون هو اللي خلاني اليوم نوصل أنني نكتب فيلم زيرو يوسف. الفيلم هذا اللي الآن يتم تصويره بإشراف وزارة المجاهدين، فيلم زيرو يوسف من تأليفي. شوفوا إذن كيفاش، لو كان بقيت أنا في الأدب العربي وبقيت لا مع البلاغة ومع العروض ونحفظ، هل كنت نوصل إلى أنني أصبح سيناريست وانني اصبح ممثل؟ هذا هو يعني الفكره نتاعي انا. المطلوب منا اننا نفتح الجامعه على الفنون، ونخليو الطلبه يمارسوا الفنون، ونخليو الاساتذه يشرفون ويمارسون ايضا الفنون. غير معقول انا ندرس طلبه الماستر مسرح، ندرسهم المسرح ما شافوش في حياتهم مره واحده عرض مسرحي. كيفاش الجامعه تاعنا هذه؟ كيفاش طالب يعني طالب يقرا ماستر مسرح ونقريه المسرح المعاصر وندرسه المسرح الجزائري ولا عمره الطالب راح شاف مسرحيه؟ هل هذا معقول؟ الطلبه لازم يخرجوا، لازم يروحوا. انا الطلبه تاعي كي جاوا لعبوا فيلم تاع زيرو يوسف في سكيكده هبطتهم، قلت لهم يا طلبه، وهبطوا راحوا وحضروا واقفين ويحكيوا لي، قالوا لي يا استاذ ما كانش درس تأثرنا به خلال مسيرتنا في الجامعة قد الدرس اللي ديتنا احنا، حضرنا وشفنا بعينينا كيفاش يعملوا فيلم، كيف يصنعون فيلم. كانوا يقرأوا برك صحابي، شفتوا كيفاش؟ ما الذي يمنعنا احنا الآن مثلا في الجامعة تاع العالم الآن الفيلم القصير؟ وهو عندكم انتم هنا مهرجان الفيلم القصير، لماذا لا نشجع الطلبة هم يقيلوا مع التيك توك ويقيلوا مع كذا؟ لماذا لا نشجعهم على إنجاز أفلام قصيرة ويقراوا ويتعلموا كذا وكيفاش يعمل فيلم، كيف يكتب قصه، كيف كل هذا من شأنه، كل هذا من شأنه انه يرفع في مستوى المعرفه الفعليه والمعرفه السلوكيه نتاع الطالب. راني هضرت وقلت ونزيد نعاود يا جماعه الخير، اي ما كان حتى فايده في المعرفه وحدها. وهذا هو خطأنا احنا، أننا مشينا قري الطلبة، عمر لهم رسم، عمر له الكراس، طالب يحفظ 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 يحفظ، بصح هو فارغ، لأنه ما عندوش لو سافوار فير، ما عندوش المعرفة الفعلية. يعرف قواعد النحو، يعرف المبتدأ ويعرف الخبر، ولكن ما يعرفش يكون جملة تتكون من مبتدأ، يحول المعرفة اللي عنده إلى معرفة فعلية. على بالكم في الدول الأوروبية كي تروح تطلب خدمه وتعطي لهم السي في، ديك المره انا هذه كتبتها استاذي بودربال، تعطي لهم السي في باش تخدم. يا اخي في السي في تاعك كاين الشهادات، كاين كذا، وكاين في الاخر اوتر، كاين اوتر اشياء اخرى. هما يروحوا لك للشهادات ولكن يروحوا للاوتر ويشوفوا هل لك ميولات فنيه. اذا لم يجدوا لك كذا، ما تحبش الموسيقى وما تحبش السينما وما تحبش المسرح، لا باس، واش بيك؟ ماكش نورمال، ما يخدمو، والله ما تراها، والله ما تخدمها، ماكش نورمال، ماكش طبيعي. لا تحب الموسيقى، لا تحب القراءة، لا 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 تحب السينما، لا تحب إيه، يروحوا لك الأوتر، والله يروحوا لك الأوتر، يعني هذه معلومة رسمية، عليه يحطوا هما أوتر، هما أصلا في السي في يحطوها، في الآخر يحط لك أشياء أخرى، باش يشوفوا. يشوفوك انت يا ما عندك. احنا اليوم للاسف الشديد مجتمعنا، خليني نزيد نقول الكلمه هذه، مجتمعنا للاسف الشديد لا يحب الفنون، غرقناه. يعني لست ادري انا، ربما الاصوليه، ربما التخلف نتاعنا خلانا احنا الموسيقى حرام، المسرح حرام، السينما حرام، الرقص حرام، النحت حرام، التمثيل حرام. جبنا الامير عبد القادر قال لك راه ما وين رايحين بالعقليه هذه؟
أن مع أستاذي بودربلكي قال نستطيع أن نعيش قرونا بدون علم، لكن لا نستطيع أن نعيش يوما واحدا بدون فن. خطر الفن، وعلاه الفن؟ الفن أولا يجلبك إنسان متوازن عقليا ونفسيا وروحيا ووجدانيا. الله تعالى كي خلقنا عندنا ميولات فنية. الفن يا أخي نقولوا هنا هو الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. كيف احنا نعادي الجمال؟ كيف نعادي الجمال؟ الجمال والفن هو التحضر، ما الذي يفعلنا؟ خاطر بزاف ناس يسألوني يقول يا أستاذ واش فايدة المسرح تاعك هذا والسينما اللي تهضرنا على المسرح والسينما؟ نشرح أنا بالدرجة ببساطة، تبلديك، تقلبك إنسان بلدي، تقلبك إنسان متحضر، تعرف تلبس، تعرف تمشي، تعرف تهضر، تعرف تاكل، تعرف تتعامل، يعني تعطيك لو سافوار فير. بدون فنون، اسمح لي يا خويا العزيز، راك ماكش بني ادم. بدون فنون والله ماك بني ادم. كيما انت شكرا. في نقول هذه برك، في مسرحيه تاع شيكسبير توقع جريمه، في مسرحيه يحوسوا على القاتل منه، المجرم منه، يبداو فلان فلان فلان، من بعد يقول لك واحد يقول محبسه انه فلان، فانه لا يحب الموسيقى. كيف عرفوا بلي هو؟ لانه لا يحب الموسيقى. الذي لا يحب الموسيقى لا يمكن الا ان يكون انسان قتالي مجرم. المجرمون لا يحبون الموسيقى، المجرمون لا يحبون الفنون التشكيليه، المجرمون لا يحبون الفن ولا يتذوقون الفن. الذين يتذوقون الفن هم فقط. أشكر مرة أخرى هذا الملتقى، اسم المحاضرة اللي ما كملتهاش، مازالت طويلة، الوقت يعني يداهمنا. أنا والله يعني قلت لك يعني أتمنى أنا مدى بيا سأتقدم بهذا المشروع وأعلنها رسميا إلى السيد وزير التعليم العالي، وأتمنى يعني أن يوافق على فكرة بسيطة، الثقافة والفنون في الجامعات الجزائرية. نعمل في كل جامعة خالية ننجكتيو الثقافة، باش نصوفيو يعني حتى ننقذ الوضع مما هو فيه. وشكرا لكم، السلام عليكم. شكرا دكتور حسن على هذه المداخلة القيمة، وقد وضعت أصابعك على الجرح. الحقيقة جرح عميق. مشكل الثقافة، وهذا راجع ربما إلى عهود طويلة، حيث كانت التنمية تقوم على الاقتصاد وعلى الماديات وتهمل كلية الثقافة والإنسان. تصوروا في السبعينيات من القرن الماضي مع هذا الراحل بومدين، كان هناك ما يسمى بالمخططات، المخطط الرباعي والخماسي، يبرمجون ويخططون في إطار إحصائيات دقيقة. قال خلال 4 سنوات احتاج 100 طبيب، 500 مهندس، 1000 معلم إلى غير ذلك، ولكن كل هذه المخططات الرباعية والخماسية باءت بالفشل، لأنها أهملت عنصر الثقافة وعنصر الإنسان. كان مسؤول الحزب وقتها قائد أحمد، واش يقول لهم أمام فشل هذه المشاريع؟ يقول لهم هذا المخطط الرباعي راه ينجح ولو على 100 سنة، معناها ما عادش مخطط رباعي ولا خماسي. تصوروا ألمانيا بعد انهيارها، هذا كتب هذا المخرج الإيطالي الكبير، كتب كتاب على انهيار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، اسمها ألمانيا لاني زيرو، ما تبقى فيها والو. قضوا على كل شيء، على الطرقات والقصور والمباني والمصالح، كانت في مرحلة صفر، ولكن لم يستطيعوا القضاء على العبقرية الثقافية الألمانية. جاء ديناور، مارشال ديناور، جاء بلو مارشال، فانطلقت ألمانيا انطلاقة كبرى وأصبحت دولة عظمى في الخمسينيات. هذه أندونيسيا قالت مادام نجحت ألمانيا ناخذ المخطط هذا نتاع ألمانيا، وحاولت أندونيسيا بلد متقلب تطبيق هذا البرنامج، فكانت الكارثة، لأن هذا البرنامج لا علاقة له بالثقافة الأندونيسية والإنسان الأندونيسي. إذن الثقافة يعني محرك الحياة، الثقافة هي كل شيء.
تصوروا الدكتور حسن قال في تغيرات وتحولات في الجامعات الاجنبيه. تصوروا السوربون هذه، انا درست في السوربون الحمد لله. السوربون هذه فيها حوالي 15 جامعه، سوربون واحد اثنين ثلاثه حتى 15. لماذا 15 جامعه؟ لانها كانت وقت بوغول تشكل خطرا على السلطه الحاكمه، والثوره الطلابيه سنه 1986 معروفه، وانضم اليها العمال واصبحت تشكل خطرا على الجمهوريه الخامسه. فماذا فعل بوغول؟ اخذ السوربون وقسمها الى 15 جامعه تفاديا للمشاكل. ولكن اليوم في وعي جديد، الجامعات الفرنسية في منافسة شرسة مع الجامعات الأمريكية واليابانية والأجنبية، وقضية إنتاج المعرفة وفيها ملايير. فيها أصبحت مؤسسة الجامعة مؤسسة اقتصادية تجارية ثقافية تكنولوجية. إذا قضية ملايير، ماذا فعلت اليوم فرنسا في مواجهة المنافسة الأجنبية الشرسة؟ ضمت واحدة كل جامعات. اليوم جامعة في باريس تشكل جامعة واحدة في مواجهة الخطر الأجنبي وخطر الجامعات. منذ شهر ذهبت إلى خجلة في قسم اللغة العربية، وأسسنا منتدى السينما في دبي. الطلبة سامي على بالها، طلبة الأساتذة قرروا بالإجماع تأسيس منتدى سينما، وانطلق انطلاقة رائعة. وقدمنا أول فيلم هو كرونيك دي زاني دو براز، حولية سنين الجمر. وتمت مناقشة هذا الفيلم من ناحية الإنتاج، المضمون، الإيديولوجيا، التقنيات إلى غير ذلك، وكان تجربة ناجحة إلى أقصى حد. فهناك منتدى السينما في خجلة ينشط شهريا وتستمر التجربة، ونتمنى أن يعم هذه التجربة مختلف الجامعات. في الجامعات الغربية لا نتصور طالب في الأدب وفي أي تخصص يفتخر الثقافة السينمائية، هذا لا يجوز. كيف إنسان يدرس الأدب هو ما يعرف الأفلام، ما يعرف السينما وكذا؟ هذه الجريمة في حقه، في حق العلم. شكرا دكتور حسن، بارك الله فيك. إذا الآن الفاضل الدكتور الفاضل الذي سيتحفنا بمداخلة عنوانها الدين والفن، رؤية كونية وقارية ومقاربة، في سقوط لبعض الحروف، ومقاربة ائتمانية. إذا تفضل الدكتور بدر الدين، يقدم لنا جانب آخر، أبعاد أخرى للفن، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على اختيار هذا الموضوع. عنوان مداخلتي ليست كما يفهم الجمهور أنها فقهية شرعية، هي فلسفية بامتياز. أنا لا أمثل جانب الدين هنا، أمثل الجانب الفلسفي للعلاقة بين الدين والفن. واعتقد بان الدين والفن وقع بينهما اشتباك، وقع بينهما اقتران، وسبب هذا الاقتران ليس كما قال الاستاذ حسين البلادي انه الاصوليه فقط، يعني هذا الحقيقه مخالفه ومصادره عن المطلوب. ليست الاصوليه فقط هي التي تسببت في هذا الاقتران او هذا الاشتباك بين، كذلك زيد يا مدبر هذا المشهد المأساوي، وان الفن من الكباريات الى غير ذلك، اعتقد هو الذي سبب. صحيح الأصولية أعطت وسأعطي لماذا الأصولية الإسلامية عطلت مسيرة الفن، وكذلك عندما تحول الفن إلى سلعة أصبحت الأصولية أكثر تطرفا، وأصبح هناك اشتباك بين الفن وبين الدين. ولهذا عندما نتكلم عن أكبر أنثروبولوجيا، الممارستان، هناك ممارستان مارسهم الإنسان قديما، الدين والفن. ولهذا مداخلتي هي تساؤلية استشرافية. أول ما مارس الإنسان مارس الدين بالأنطولوجي، البحث عن الإله، البحث عن الوجود، وكذلك مارس الفن. ولهذا كل الفلاسفة قالوا بأن الفن هو ابن الدين. لماذا؟ لأن الدين يبحث في الماورائيات، وكذلك الفن يبحث في أسئلة الروح. ولهذا هناك اشتراك، وهناك ما يسميه القرآن صنوان، بين الفن وبين الدين. ولهذا في الثقافة الإسلامية كلمة فن لم تظهر كمسرح، ظهرت في العلوم الشرعية، يقولوا إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ويقولون فن التجويد.
ويقولون فن الميراث. لماذا الفن؟ لأنه يعتمد على السكيلز، لا يعتمد على النولج. ولهذا أعتقد بأن الثقافة الإسلامية في أصلها هي التي أسست، بالمناسبة هناك كلمات مظلومة وابتذلت وتحولت من القيمة إلى السلعة، من بينها الفن، من بينها السياحة، ومن بينها الرياضة، وكلها مصطلحات قرآنية. فكان الصوفية يقولون رياضة النفس. ولهذا أقول بأن حتى بيغوفيتش كان يقول كلمة مهمة جدا، بيغوفيتش يقول لم أجد ملحدا فنانا، لم أجد ملحدا فنانا، أو لم أجد فنانا ملحدا، بمعنى العلاقة بين الإيمان والفن هي علاقة صنو أو علاقة صنوان. ولهذا عندما الشيخ الغزالي وهو كبار الدعاة عندما يقول أحلى أيامي عندما أكون في ليلة صاحية، يعني يقصد القمر، وأسمع لأم كلثوم. ولهذا أعتقد بأن الاقتران بين الفن والدين هو اقتران معرفي إيماني بالدرجة الأولى. ولهذا عندما أتكلم عن الفن، ولهذا أنثروبولوجيا الممارسات الإنسانية الأولى مارس الدين ومارس الفن. أنا زرت إفريقيا فتجد الإنسان الإفريقي لأن تدينه طفولي، علاش تدينه طفولي، تجده يرقص. أنا رحت لجنوب إفريقيا تجده في بومبا إيسونس، محطة البنزين في جنوب إفريقيا، يحط محطة البنزين ويرقص، لأن الرقص هو تعبير للفن وتعبير عن الروح. ولهذا عندما جاء الأحباش إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرقصون في مسجد رسول الله، وأعجبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدتنا عائشة تنظر بكل بهجة. ولهذا تلاحظون علاش الطفل الصغير يحب الفن. الطفل الصغير يحب الفن، كذلك الذي يمارس العبادة بطريقة طفولية فإنه يمارس الدين ويمارس الفن. ولهذا الطفل الآن، كل طفل له فنان. طبعا تجي مؤسسات التنشئة الاجتماعية لقمع هذا التدين، عفوا قمع هذا الفن، سواء كما ذكر الأستاذ بأصولية لم تفهم الإسلام، أو عندما تحول الدين إلى عفوا الفن إلى قيمة. ولهذا عز بيغوفيتش عنده كلام رائع جدا، سأختصره في جملة، قال ضاعت امرأة في الإسكيمو، بعد سنة وجدوها دارت كهف وطرزت ثيابها وحلت الكهف كامل، ولا كأنه صالون غير ذلك. بمعنى البحث عن الفن هو من مقتضيات أنثروبولوجي الإنسان. ولهذا الدين هو الآن الذي نتكلم عنه، الدين كفلسفة، ثم الفن كفلسفة الذي تحول بعد ذلك إلى علم الجمال، ثم نتكلم عن الفن أو الدين كممارسة، ثم بعد ذلك الفن كممارسة، لأن هناك اشتباك. هل الدين الذي نتكلم عنه كفلسفة كنظام اجتماعي، أو الدين الذي نراه الآن؟ هل نتكلم عن الفن كفلسفة أو كعلم الجمال أو الممارسة التي نراها؟ وأعتقد بأننا وقعنا في هذا الاشتباك. مداخلتي على الرؤية الكونية، لماذا الرؤية الكونية ثم المقاربة الائتمانية؟ المقاربة الائتمانية طه عبد الرحمن، ولا دائما عندما ألقي محاضراتي كما يقول توماس كون، أن تفكر في نسق أو تنشئ نسق. يعني إذا لم نستطع أن ننشئ نسقا في بيئتنا ننطلق من بيئة المقاربة الائتمانية لطه عبد الرحمن التي سأذكرها. لماذا رؤية كونية؟ لأن الفصل بين الوحي والكون والإنسان هو الذي أوقعنا في كل الملاحظات التي ذكرها الأساتذة. الفصل بين الكون والإنسان والوحي هو الذي أوقعنا. ولهذا الرؤية الكونية لا تفرق بين الكون المنظور والكون المقروء والكون الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أنا في مرة قلت يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، صفة لقريش. ولهذا الذي ينظر للوحي وحده سيتطرف، وهنا أشير، والذي ينظر إلى الكون وحده سيحول الكون إلى سلعة. ولهذا لابد الجمع بين الكون والوحي والإنسان. ولهذا كابلر معروف، هذا الفيزيائي كابلر، يقول وهو يريد أن يعرف عقل الله، تصور يبحث عن عقل الله كيف يفكر الله. طبعا احنا في كمسلمين عندنا حدود في معرفة الذوات، تفكروا في ذات الله ولا تفكروا في خلق. فوش يقول كابلر؟ يقول كلمات رائعة جدا تدل على التوحيد. يقول الله حسابي، لما شاف هندسي موسيقي، بمعنى لما نظر إلى الكون فقط استخرج بأن الله من خلال تجلياته بأنه حسابي، حسابي معنى الدقة كما يقول علماء العقيدة وأساتذة العقيدة، بأن نظام الكون، وهندسي تعرفون الهندسة، وموسيقي بمعنى حتى الموسيقى الفارابي وغير ذلك، والمقامات الموسيقية الكرد والحجاز وغير ذلك هي مأخوذة من تجليات الإنسان بالكون. جيد. ولهذا أقول بأن الفن هو مجال لتعبير الروح، يشترك مع الإيمان، لأن الإيمان الروح هي إيمان الروح، الإيمان هي إيمان الروح، والفن هو تجلي تلك الروح الجاية. ولهذا تجد الصوفية كلمة السماع مثلا من أبدع فيها هو الصوفية، هو جلال الدين الرومي وشمس التبريزي وابن فارض وغير ذلك أبدع، ولكن جاءت
مؤسسات التنشئة الاجتماعية وكذلك السلطة السياسية التي اختارت نموذجا مقارب ناموس، وآخر وقع هناك هذا الخبر. ولهذا ألاحظ الآن بالنسبة للوحي، وهنا أتكلم عن الأستاذ تيلاني، الآن نحن الآن نتكلم عن دور الجامعة والمجتمع. نحن عندنا الضبط الاجتماعي، عندنا فقهاء يتصدرون التلفزيون ويدرسون في الكليات، المعتدل فيهم يقول الموسيقى معتدل، عفوا مختلف فيها، بمعنى أنه حرام. بمعنى الجامعة الجزائرية فيها كليات تدرس بأن الفن حرام. ولهذا أعتقد بأن المشكلة ليست مشكلة بمعنى تتعلق بمشروع مجتمع متكامل. الآن لو نبعد على 20 متر فقط من كلية الآداب نجد كلية أخرى تقول بأن الفن حرام والمسرح حرام وغير ذلك. والحقيقة أنه غياب مشروع مجتمع هو اللي خلى هذا الارتباك، وأصبح المتلقي سواء في المسجد أو في الشارع غير ذلك يلقى الخطاب الائتماري، الخطاب الائتماري. ولهذا أنا سأدخل في المقاربة طه عبد الرحمن. طه عبد الرحمن يقول هناك ثلاث مقاربات: المقاربة العلمانية التي تريد أن تفصل الدين عن الحياة، الدين عن الدولة، الدين وتفصل كذلك القيم، ولكن وصلوا إلى طريق مسدود. بالمناسبة المجتمع العلماني اللائكي وصلوا إلى طريق مسدود، وفيلسوفهم رقم واحد هابرماس يدعو إلى ضرورة إدخال الدين بعقل تواصلي أو بفعل تواصلي لإنقاذ هذه العلمانية خاصة ما بعد الحداثة. المقاربة الثانية هي الاعتبارية التي تتكلم عليها الأستاذ، حرام 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 حرام، ثم يقدم مقاربة ائتمانية. بمعنى مش ائتمانية بمعنى أن يشعر الإنسان بالأمانة، ولخصها في ثلاثية التزكية والأمانة والشهادة. والحقيقة أن التزكية والأمانة والشهادة، التزكية مأخوذة والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون، صح؟ عندما يستدل الذين يحرمون الفن يستدل هذه الآية، صحيح، ولكن هذه الآية جاءت في مدح الشعري وفي مدح، ولكن تحويله من السلعة إلى القيمة. إلا الذين ظلموا، إلا عفوا الذين ظلموا، يتكلم الآن على الشعراء رقم واحد الذين قدموا هو عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت. يتكلم عن المقاربة الائتمانية التي تركز على التزكية، يقولون ما لا يفعلون. ولهذا تجد مثلا أين الفنان الذي وقف مع قضية فلسطين؟ أين الفنان الذي وقف مع قضايا الاستبداد؟ أين الفنان؟ ولهذا تجد بأنه لا يشعر بالأمانة. تجد الفنان اللي اسمه إدوار سعيد الخيان المثقف، هذا الفنان يغني على النساء ويغني على أشياء تافهة ولا يستطيع أن يرتقي إلى قضايا الأمة الكبيرة جدا. ولهذا تكلم عن المقاربة الائتمانية التي تركز على التزكية، يقول ما لا يفعل أو يفعل ما لا يقول، لابد أن يقول ما يفعله ويفعل ما يقوله. ثم الأمانة، أن يشعر بالأمانة، لأن الفن أمانة، واضح، الفن أمانة. ثم الشهادة لتكون شهداء على الناس. ولهذا لما قال الشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، وأعطى صفات الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يكونوا شهداء على الناس. ولهذا هذه المقاربة تدعونا إلى مسألة مهمة جدا، ما قاله الأستاذ مالك بن نبي لما تكلم على شروط النهضة وتكلم على الناتج الحضاري الإنسان والوقت والزمن، تكلم عن أساسين من أساسات النهضة، هي المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي. المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي، وهذا الذي يدعونا المفاصلة أو الاشتباك بين القيمة والسلع. نحن كأساتذة، أنا أستاذ في الإعلام بالمناسبة، عندنا صراع بين إعلام السلعة وإعلام القيمة. في الواقع الجمهور يقبل السلعة، تلقى متابع تافه جدا عنده مليون، وربما الأساتذة هذا ربما عندهم 100 ولا 200 هذا بالأكثرية. علاش؟ لأن الجمهور، سيكولوجية الجمهور كما يقول كوستاف نوبول، يتبع السلعة، واضح، فيتماهى الفنان أو غير ذلك مع السلعة، فهناك انفصام بين القيمة وبين السلعة. ولهذا نشكر وزير الثقافة الدكتورة سورية لما أصدرت لأول مرة في تاريخ الجزائر تحريم أو منع الأغاني المبتذلة في قنواتنا وغير ذلك، هذا موقف مهم جدا لتحويل الفن إلى فن القيمة وليس فن السلعة. هذا الصراع يدعونا إلى استحضار، لأن الفن والإعلام مع بعضهم، لما ظهر الإعلام ظهرت الحتمية التكنولوجية، بمعنى قوة الرسالة في قوة الوسيلة، كذلك قوة الأغنية ماهيش في الكلمات، صح؟ ماهيش الآن قوة الكلمة، قديما كانت قوة الأغنية في الكلمات، الآن قوة الأغنية واش في صوت في الأغاني وغير ذلك. فعلينا نحن كمؤسسات أن نؤسس إلى الحتمية التكنولوجية أو نظرية الواجب الأخلاقي. كتوصيات في الأخير طبعا، ضرورة التربية الفنية، وأنا حقيقة أختلف مع الأساتذة لضرورة الفن في الجامعة وضرورة المسرح في الجامعة. أنا أقول لكم ضرورة أن يكتبوا باللغة العربية،
لان طلباتنا ما يكتبوش باللغه العربيه. نحن لا نريد ان نعالج خطا بخطا. نحن في اسره تعليميه بيداغوجيه، التعليم رقم واحد، ثم بعد ذلك يكون الفن مشروع مجتمع، لان الطلبه الان شوف قداش الطلبه حضروا الان، كنت تكون فنان وغير ذلك سيملؤون القاعه، بمعنى الطلبه لا تعلمهم سيذهبون الى السلع، يعني ما تعلمهمش، ولهذا لابد ان يكون مشروع مجتمع تاع دوله ينطلق من مشروع المعرفه، مجتمع المعرفه ثم مجتمع القيم ثم مجتمع النظم. النقطه الاخيره هي قضيه التربيه الفنيه، التربيه الفنيه مهمه جدا، ولهذا تلاحظون ساختم هنا على بن باديس، بن باديس المظلوم هذا الرجل، بن باديس المقاصدي، لان الدين وش هو؟ هو احكام، الدين ما هو؟ هو احكام وقيم وسنن. كل الذي تعامل من الفقهاء مع الدين تعامل معه كاحكام، هي احكام ومقاصد انسانيه وسنن كونيه. بن باديس المفسر والداعيه عنده فرقه منسوخيه، ولما انهى تفسير، لما انهى تفسيره كانت حفل في لابلاش الى الساعه الواحده بالبيانو الى غير ذلك، وهذه لا يذكرونها طبعا. لماذا؟ لان ابن باديس كان عنده مشروع متكامل، هو مشروع معرفي، مشروع قيمي، وكانت عنده فرق رياضيه وفرق الفنيه في ذلك الوقت. السلام عليكم. شكرا. كما بركى الاستاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، كي نهضروا على الفن يا اخي، نعرف كامل ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطرب واعجب كثيرا بقصيده كعب بن زهير، حتى انه خلع عليه بردته، يعني ما لبسش البرده تاعو لعمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق، لبسها شعر اعجابا بالشعر وامتاعا بالشعر. والشعر فن، يعني كيف ناتي احنا اليوم الان يعني نجعلوا الدين نتاعنا كما شوفوا واش قدم فيلم الرساله، واش قدم فيلم الرساله للتعريف بالاسلام. شوفوا ما قاله العلماء وما كتبه الكتاب وكذا، حطوهم في كفه وحطوا مصطفى العقاد سينما، ما فعلت السينما للتعريف بالاسلام. احنا كل عرفنا الاسلام، عدنا نعرفوا حمزه ونعرفوا من خلال فيلم الرساله. فاذا الفنون يا جماعه الخير العقل، خاصة في وقتنا الحالي اليوم، احنا اليوم الدول استعمرتنا بالفنون، استعمرتنا بالسينما، وحنا غايبين وما زلنا. السينما حرام، الموسيقى حرام، يعني هذا هو اللي ظهر لنا. شكرا دكتور حسن. شكرا. في الحقيقة ما نعيشه اليوم هو أننا ضحايا العولمة الثقافية. نحن نعيش هوليوود في عقولنا وسلوكنا وثقافتنا. هوليوود عششت في أدمغتنا، وهناك صناعة، هناك تكنولوجيا عالمية، كما يقول مارشال ماكلوهان، يقول لو ميساج سو لو ميديوم، يعني المحتوى تاع وسائل الإعلام تحدده التكنولوجيا. التكنولوجيا هي التي تبرمج الإنسان ثقافيا وفكريا وسلوكيا. نحن ضحايا العولمة الثقافية، ولا نستطيع أن نواجه العولمة عن طريق المسلسلات التافهة، المسلسلات المحلية أو المصرية. نحن نعاني غزوا ثقافيا جامعا شرسا من الغرب. هوليوود الآن تجتاح العالم، تجتاح حتى الصين وحتى روسيا والبلدان المتقدمة. وقضية هذا الإنسان، تصوروا الإنسان ثقافي فني بطبعه، لومو أرتيس. هذه من المكونات البيولوجية، من جينات الإنسان. الإنسان فنان بطبعه، يعيش كينونته الفنية. بعضنا يخرج هذا الفن في إطار ممارسة، في إطار إبداع، ولكن حقيقتنا هو أننا أناس هوية فنية. إذا كذلك أشار الدكتور بأن أشار ورجع مرجعيات رايعة، مالك بن نبي، الغزالي، طه عبد الرحمن، مرجعيات، وحاول أن يؤصل للفن وللثقافة، وهو محق في ذلك. وقضية الدين، يعني في الحق كما قال مارسيو الياد علماء الأنثروبولوجيا، الإنسان متدين بطبعه. في أبنية عميقة
فيه جينات الإنسان متدين بطبعه، رغم أنه أحيانا ينكر ذلك ويجحد، إنهم يجحدون، ولكنه عندما يضفي دلالة على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل وعلى وجوده في الكون فإنه متدين. كل إنسان متدين، ولكن إن الدين بالنسبة لنا، إن الدين عند الله الإسلام كمسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. أشكر الأساتذة الكرام في الحقيقة تحبونا بمداخلات رائعة، وهذه الجلسة الحميمية في الحقيقة جلسة حضارية من أروع ما يكون، نقلت بنا إلى السماوات العلى وطرحت إشكاليات كبرى، وعشنا هذه القضايا التي تتعلق بالمسرح وفي الفن وفي كل مجالات الثقافة. في الحقيقة استمتعنا، وكل متدخل هو عبارة في الحقيقة عن مدرسة قائمة بذاتها، تكلم من خلال تجاربه، ممارسته، من خلال رؤيته، ومن خلال حياته. فأعطوكم هؤلاء الأساتذة الكرام زبدة الثقافة والفنون، وأشكرهم على هذه الإنجازات الرائعة وهذه الكنوز وهذه الهدايا التي قدموها لنا، وبارك الله فيكم، ونلتقي بهم في فرص وفي مشاريع مستقبلية إن شاء الله، وبارك الله فيكم. ولا نسرع في توزيع شهادات المشاركة. إذن الدكتور طارق راهو غايب، الدكتورة تتفضل، الدكتورة مريكا تتفضل، مشكورة لأنها هي مهندسة هذا الملتقى، ويعود إليها الفضل الكبير في إنجاح هذه التظاهرة الرائعة. شكرا للأساتذة الحاضرين والمتحاضرين معنا في هذه الملتقى. أما الوسائط التكنولوجية الحديثة، The Communication Revolution، ثورة التواصلية، يعني عالم الفيسبوك وتويتر وتيك توك، وعالم يعني انستغرام، عالم تشات جي بي تي، هذه تحديات صعبة. كيف نصنع يعني من الفن في الجامعة ونحن يعني نتحدى هذه الوسائط القوية المؤثرة التي ألغت حضارتين كبيرتين، حضارة المشافهة، وألغت كذلك بعدها حضارة الكتابة، وجاءت حضارة الفيديو، الفيديو السفير، أو جاءت هذه الحضارة فألغت تلك الحضارات القديمة. فالآن أصبح يعني من السهل صناعة الفن في الجامعات، كما أنه من الصعب مواجهة هذا التحدي الكبير. فهذه الثورة الاتصالية الحديثة ذات أو سلاح ذو حدين، يعني فلا بد للجامعة أن تتحدى وأن تكون في مقام هذا التحدي الصعب. أصبح المسرحي من خلال موبايله أو من خلال تحريك أمولة أصبح يصنع فنا، يعني ربما يتحدى به يعني كبار الفنانين. أصبح المحترف ناقدا، وأصبح ربما كاتبا في الآن نفسه، أصبح مسرحيا ممثلا ومخرجا وسيناريوست، وأصبح في الآن نفسه ناقدا مسرحيا، وهكذا مع باقي الفنون التي لا بد أن تكون الجامعة الجزائرية في تحدي هذا القائم. كما قال قديما بودلير، عندما ظهرت الآلة التصويرية قال إن هذه الآلة الجديدة سوف تقضي على الفن، فهي العدو اللدود للفن. وقال قبل هذه الكروة، قال سلام على الرسم بعد ظهور هذه الآلة. واليوم جاءت الوسائط التواصلية التي يعني أصبحت وضعتنا في تحدي، يعني ليس أمام الجامعة رغم ما تقدمه يعني إمكانيات مادية وبشرية، ليس لها سوى أن تقدم للأستاذ خاصة وللطلاب مكانتهم وقيمتهم، إذا أرادت أن تتحدى هذا الأمر، وإذا أردت أن تصنع يعني إنتاجا فنيا في منابرها، فلا بد أن تعطي الأستاذ قيمته المثل، ولا بد أن تعطي الأستاذ حقوقه كاملة مستكملة. فالتحدي صعب والمواجهة ثورية، وهذه يعني هذه الثورة يعني أحدث انقلاب
على الكثير من المدارات. يعني أصبح يعني حتى الطبيب، ومنذ أيام فقط قرأت طبيبة لمدة 10 سنوات تمارس مهنة الطب وتداوي الآلاف من الأشخاص، واكتشف أمرها أنها ليست بذات شهادة، تعلمت الطب من اليوتيوب. يعني هذه نهزله في الأمر نفسه، انظر إلى ما قدمه الوسيط الاجتماعي الجديد اليوتيوب. يعني ما أصبح الآن يعني يكون ويقدم لنا إطارات. هذا لا يعني إلغاء الجامعة، وهذا أمر مستحيل وهذا أمر مستبعد، إنما يعني على الجامعة أن تواكب هذا التقدم وتواكب هذا التحدي الصعب. فمثل ما قال الزميلة منذ قليل نمار، يعني فالوسائط التكنولوجية يعني أحدثت هذه الثورة، وأصبحت يعني تقدم يعني إنتاجا فنيا قويا تحدى كبار المنتجين والفنانين يعني المقتدرين. يعني منذ أيام فقط يعني في جامعة بوسطن تقدم أكثر من 10 رسامين يعني وقدموا دعوة قضائية ضد تشات جي بي تي. قالوا كيف يعني لهذا الوسيط الجديد أن يأخذ يعني ما بنيناه لسنوات ولسنوات كثيرة ولعقود كثيرة، أن يأخذ ما بنيناه ويقدمه يعني بكل سهولة وبثمن بخس ودون مقابل. فالمسألة فيها تحدي. إذا أردت الجامعة أن تقدم الفن وأن تجعل لها مسرحا وسينما وتجعل لها هذه الأشياء يعني المهمة، فلا بد أن تتحدى هذا الكائن الجديد الذي جعل الذي ألغى أنا أفكر فأنا موجود، أنا أتواصل فأنا موجود. يعني فأصبح يعني الإنسان التواصلي، هذا الإنسان السيبراني، وحتى السيبرانية ألغتها يعني الإنسان، ألغتها الديجيتال، الإنسان الرقمي. يعني الحركة أصبح ليس عليك أن تذهب إلى السيبار، إنما من بيتك تصنع محتوى ثقافيا علميا جديرا بالتنويه وبالاحترام. وفي الآن نفسه يعني جعلتنا أمام نقد غير المختصين، وربما شوهت الساحة الثقافية والفنية ككل. فنحن أمام هذا التحدي، علينا أن نكون في مصاف أولئك المتحدين، وشكرا لكم. مداخلة بعنوان المسرح التربوي في المدرسة الجزائرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، سعيدة جدا وأنا أجلس اليوم ضمن هذا المحفل العلمي في إطار الملتقى الوطني الأول، الفنون ودورها في الجامعة والمجتمع، والذي تم تنظيمه في قسم الفنون جامعة باتنا واحد بالتنسيق مع مخبر أبحاث في التراث الفكري والأدبي بالجزائر مع مديرية الثقافة لولاية باتنا. أرحب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته ومقامه. لعلني أخص بالذكر الأستاذ الدكتور سعدنا، الأستاذ الإنسان الفاضل والذي له يد فضل عظيمة علي، الدكتور مدني. أرحب به مجددا. هذا كما أقدم شكري للأستاذة مليكة سعداوي التي أتاحت لنا الاجتماع على الفن والجمال. أقدم شكري أيضا للدكتور الفاضل الدكتور طارق ثابت، للأستاذة الفاضلة والزميلة العلجة حرايز، لكل الحضور عذرا على عدم ذكر الأسماء. أما بعد،
دائما أو عادة ما يكون اللقاء مع الزملاء أو لقاء العلم جميلا، ويزداد جمال اللقاء إذا كان الموضوع هو الفن على حد التعبير أن الفن هو غذاء الروح. قلنا جمعتنا الأستاذة الفاضلة الدكتورة سعداوي على في ملتقى يحمل عنوان الفنون ودورها في الجامعة والمجتمع. يمكننا تفكيك هذا العنوان إلى تساؤلات: ما هو الفن وما هو دوره؟ ما هي دور الفنون في الجامعة؟ وما هو دور الفنون في المجتمع؟ وإن صح التعبير في سؤال جامع هو: ما هو دور الجامعة أو ما هو دور الجامعة في إرساء أسس للفن بإمكانها أن تخلص المجتمع من مشكلته؟ وقد أثر الأستاذ الفاضل الذي لا نعرف اسمه ومن قبل، كيف أستاذ اسمك؟ جموعي بن زيدة. ما شاء الله أستاذ. الأستاذ جموعي بن زيدة الذي لخص لنا سؤالا يجمعنا اليوم، وهو يقول: ما هو دور المجتمع، ما هو دور الفنون في معالجة قضايا المجتمع الراهنة، ولتعزيز ما ذهب إليه الأستاذ، لا أدري كان فليلاني ولا الأستاذ قاسم ولا الأستاذ، المهم الفكرة في رأسي، الذي أكلت بلي الأستاذ أحسن فليلاني هكا، الذي أكد على فعل تعزيز كيف نقول، ولا تعزيز الفن، الفعل تعزيز الفن، تعزيز كيف نقول هنايا، عن طريق الفعل، يعني عن طريق تفعيل الفن، يعني أكد على هذه النقطة لكي يساهم، أو جودة أيضا الفن لكي يساهم في كيف نقولها، ويخلص على الأقل المجتمع من بعض مشاكله، أو يرفع الحس التوعوي وسط المجتمع. من هذا المدخل كان المحور الذي سأقدم فيه مداخلتي يحمل عنوان الفن والنهج التربوي في الجزائر. إذا كان فائدة الفنون هي التهذيب كما قال الأستاذ قاسم، كما قال الأستاذ ليلاني، أننا نصنع إنسان متحضر مهذب واعي يتذوق الجمال بما يحتوي، أن الإنسان الذي يتذوق الجمال هو إنسان ذو أخلاق عالية، هو إنسان يتقبل الآخر، هو إنسان يتعايش معه، وهذا لا ينفي الحفاظ على الهوية وعلى المبادئ. من هذا المنطلق قلنا كانت مداخلتي في إطار محور الفن والنهج التربوي في الجزائر. كلنا يعلم اليوم، يعني أغلبنا آباء من الحاضرين، بأنه المناهج تاع أبنائنا التربوية سواء خصوصا في الابتدائي المتوسط الثانوي تعرضت للكثير من التغييرات، يعني هذه التغييرات أثرت علينا حتى نحن كأولياء، يعني فإلى أي مدى يحضر الفن، هذا الفن، إذا كنا من قبل تكلمنا على حضور الفن في الجامعة، حضور الفن في المجتمع، كيف يحضر الفن في المناهج التربوية في الجزائر؟ هذه المناهج التي يتلقاها الطفل، الذي يتلقاها الطفل الجزائري، هذا الطفل الذي يشكل اللبنة الأولى لصناعة المواطن وصناعة الإنسان وصناعة المجتمع. إذن لعل صناعة أو تفعيل الفن في المجتمع ودوره ينطلق من الطفل في المدرسة الابتدائية. لا أستطيع أن أعدل ذوق طالب جامعي مكتمل، قد يكون مكتمل الصفات ومكتمل الذوق، مثل ما أستطيع أن أعدل أو أضيف اللمسات للطفل
طفل صغير يعني في مناهجه الدراسية، لأن الأطفال طيعين يعني عجينة. قلنا الطفل يتلقى يعني يتلقى الفن برحابة صدر، خصوصا أيضا أثمن ما قيل من أساتذة الكرام عندما قالوا بأنه يولد الطفل فنان بالفطرة. كلنا لدينا أطفال يعني تلقاه يرسم، تلقاه يحاكي. فتاة صغيرة عندها جملة من الدمى تحاكي، الطفل عنده سيارات يحاكي، حتى في الجو الأسري يحاول يصنع جو أسري يحاكي على مائدة الأكل، على في المناسبات هو يبحث عن هذا الدفء الحميمي للمحاكاة يعني. وهنا إذا كانت المحاكاة ناجحة في الأسرة، كنقولنا المحاكاة على قدر من النجاح التفاعلي لغة الحوار في الأسرة، سيكون للطفل ذوق جمالي مستقبل. السؤال المطروح يعني هنا على بالنا باللي يعني المسرح هو أبو الفنون، كيف يساهم المسرح يعني كيف نقولوا هنا أو لرفع ذوق الطفل خصوصا في السنوات الأولى؟ يجب علينا أن نفكر مليا في إيجاد مواد تقدم له هذه المواد من شأنها أن تهذب ذوقه الجمالي. من بين هذه المواد التي هو المسرح، المسرح المدرسي والمسرح التعبير هو المسرح التربوي. المسرح التربوي هذه المادة يعني المغيبة من مناهج الطلبة في الابتدائي وإلى المتوسط وإلى حتى الثانوي. لماذا تغيب مثل هذه المواد رغم تعرض يعني المناهج التربوية في الجزائر إلى تغيرات كل 3-4 سنوات 5 خصوصا في الآونة الأخيرة؟ يعني لماذا تغيرت هذه المناهج أو على مستوى المدونات؟ يعني نزعت مثلا مدونات محمد الأخضر السائحي وسليمان العيسى وكثير من المدونات اللي أبو ماضي يعني اللي كنا ندرسوها هنا في القديم واللي صنعت منها كنقولونا أساتذة جامعيين، وتوضع بعض النصوص، والله نصوص كنقولونا عندما تقرأها تشعر بألم داخلي يعني من ناحية ركاكة الأسلوب، ركاكة اللغة، الفحوى. لماذا لم توضع على الأقل بعض المسرحيات المسرحيات الجزائرية؟ على العموم قلنا واقع المسرح في الجزائر يعني زميلة تشير إليه دقيقة واحدة يعني أنا ممكن قل توصية نتمنى تأخذ بعين الاعتبار كما قال الأستاذ عبد الكريم بن عيسى، قال لك هنا نصنعوا كلش كنقول طالب محشي بالعلوم النظرية، نحن نبحث عن علوم تطبيقية. لماذا ما تكونش الجامعة الجزائرية متخصصين كاين مقاييس او متخصصين في المسرح المدرسي، متخصصين في المسرح كيما دوكا قال لك هاو كاين اللغه الانجليزيه دخلناها في الابتدائي، دخلنا ما على باليش انا، لماذا ما يدخلوش مقياس تاع استاذ متخصص المسرح المدرسي ويوفروا له الهياكل بحيث هذا الاستاذ يستطيع حتى مسرحات المناهج هذه التي تقدم ويتقبلها التلميذ في المرحله الابتدائيه؟ لماذا؟ لانه التلميذ في المرحله الابتدائيه كنقول هنا اكثر قابليه لمثل يعني هذه كنقول هنا لهذه الفنون فن المسرح يعني. هذا ما اؤكد عليه يعني، حبذا يعني لو تكون مثلا في قسم الفنون في باطنه إذا إن شاء الله يا ربي كنقول هنا أكمل مسيرته يكون هناك مقياس المسرح المدرسي ويكون عنده أساتذة كفر، ولا تفتح دكتوراه في هذا التخصص في المسرح المدرسي ويوجهوهم، ما يوجهوش للجامعات، يوجهوهم للمدارس والإكماليات من أجل أداء دورهم في المجتمع. وشكرا للأستاذة. شكرا للدكتورة الفاضلة سامية أبو علاق من جامعة عباس الغلور خانشلة على هذه المداخلة القيمة والتي أشارت فيها إلى أنه
المدرسة باعتبارها مجتمع صغير أوكلت إليه مهمة التربية والتعليم، وبما أنه رسالة المسرح هي رسالة تعليمية تربوية فالأولى بالمسرح أنه يعالج هذه المجالات، ويستطيع المسرح أن يقدم ما عجزت الأسرة عن تقديمه أو يكمل ما تقدمه الأسرة للطفل. نمر الآن إلى تتعلق بعلاقة الفن بالجمال، لأن الفن الذي لا يوفق في الكشف عن الجمال لا يمكن أن نسمه على أنه فن. الله سبحانه وتعالى حين خلق الكون أودع فيه الجمال، أودع الجمال في الكلمة، أودع الجمال في النفوس، أودع الجمال في الأجساد، أودع الجمال في الأنعام، في الطبيعة، في السماء، في النجوم، في القمر، في الشمس. الإنسان البسيط العادي قد يشعر بالجمال، يعيش إحساسا انطباعيا بهذا الجمال. الفنان يجب أن لا يتوقف عند هذا المستوى، أي الإحساس الانطباعي بأن هناك جمالا، بل الفنان يجب أن يمتلك القدرة والعبقرية وذلكم الأسلوب الذي يمكنه عن الكشف، يمكنه للكشف عن هذا الجمال، ثم يعيش حالة الوعي بهذا الجمال، يعني ينتقل بالجمال من دائرة الإحساس إلى دائرة الوعي، ثم نجعل غيرنا يشعر بهذا الجمال. لذلك إذا كان الفن هو طريقنا إلى الجمال، إذا كان الفن هو طريقنا إلى الجمال، فالجمال يأبى أن نصل إليه بالقبح. لكي نكشف عن الجمال يجب أن نسلك أو أن نعتمد فنا يمتلك قيما جمالية تنسجم مع أطروحة الجمال، مع أطروحة الجمال. فإذا كشفنا الجمال بفن يليق بهذا الجمال نكون قد جمعنا بين الجمال والجلال، نكون قد جمعنا بين الجمال والجلال. لأن آفة الفن حين يصبح مؤدلجا، آفة الفن حين يصبح الفن مؤدلجا، وآفة الفن حين يكون الفنان غير مؤهل من الناحية الثقافية ومن الناحية المعرفية ليمارس الفن. لذلك نحن اليوم نوزع لقب فنان بشكل مجاني، يكفي الشخص أن يمتلك صوتا جميلا حتى نسميه فنانا. صاحب الصوت الجمال قد يطرب، قد يطرب، قد يحقق هذه النشوة، لكنه لا يمتلك ذلكم الوعي ولا يمتلك تلكم الثقافة التي تؤهله لأن يكشف عن الجمال. قد نمتلك ممثلا يحسن تأدية أدوار مختلفة، لكن ذلك لا يكفي، نحن نحتاج ممثلا يعي دوره التمثيلي ويعي الرسالة التي يجب أن يؤديها. وأنتم تحدثتم كثيرا عن الفن الرسالي، هذه الرسالة ليست متاحة لأي كان. الإنسان لكي يكون رساليا في هذا المجال، في مجال الفن،
الوقت يجب أن يكون فنانا، وفي الوقت ذاته يجب أن يمتلك الوعي وأن يمتلك الفكرة التي تمكنه من أن يؤدي هذه الرسالة، وأن يمتلك الهم، لأن الرسالة تقوم على الإحساس الحضاري بالهم. الرسالة الملقاة بهم الرسالة الملقاة على عاتق الفنان. الأستاذة نوال وهي تطرح مداخلتها قدمت ربما قراءة نقدية لفيلم سينمائي يعالج ظاهرة التطرف، يعالج ظاهرة التطرف الديني في إندونيسيا. ففي الحقيقة أنا أتحفظ على تسمية، على هذه التسمية التطرف الديني، لأن الدين كأطروحة إلهية، كأطروحة إلهية منزهة عن التطرف، فهي تمثل مطلق الكمال. مشكلتنا في التدين، مشكلتنا في الفهم والممارسة البشرية للدين. إذن ليست المشكلة في أطروحة الدين، إنما المشكلة في التدين، في الممارسة وفي الفهم البشري للدين. التطرف في أصله سلوك، التطرف في أصله سلوك يمارس، لكن ما هذا السلوك يحتاج إلى مبررات دينية، إلى مبررات ثقافية، كي يكتسي نوع من المشروعية، مشروعية مزيفة على كل حال. وأخطر أنواع التطرف هو التطرف الذي يمارس باسم الدين، لكن هو في واقع الحال يعبر عن الفهم البشري وعن الممارسة البشرية للدين، لأن هذا السلوك المتطرف يحاول أن يكتسب صفة القداسة التي تمنح التزكية المطلقة لكل سلوك متطرف يرتكب باسم الدين. لكن المشكلة الأكبر أن بعض المثقفين وهم يعالجون هذه الظاهرة وقعوا في المحظور ذاته، أي يعالجون التطرف بالتطرف، يعالجون التطرف بالتطرف، وهنا نقع في الفعل وردة الفعل، نقع في الصراع الإيديولوجي، رغم أن العنوان الأكبر هو الفن. فالفن إذن حين يتم استغلاله إيديولوجيا في تفعيل بعض الصراعات الإيديولوجية بين التيارات المختلفة، هذا النوع من الفن سيغرقنا في دائرة القبح التي لن تمكننا من الوصول إلى الجمال الذي يفترض أنه هو الهدف الأصلي لرسالة الفن. فإذا ما كان الفن يغرقنا في الصراعات ولا يجمعنا في المشتركات الإنسانية التي تنسجم مع الفطرة الإنسانية السوية، لا يمكننا أن نسميه فناً، وإن أطربنا وإن جعلنا ننتشي وإن حقق بعض المتع العابرة. الفن الحقيقي يصنع الحياة ويصنع الوعي ويجعلنا ندرك قيمة الجمال في هذه الحياة، وندرك قيمة الإنسان، وندرك دور الإنسان كقيمة عليا في هذه الحياة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.